يعني وصلنا لفقرتنا اللي كتير حلوة، وموضوعنا لليوم كتير مهم. الإدمان نحن بنعرفه إنه هو بيفقد الواحد سيطرة التحكم بفعل أو تناول أي شيء أو استعمال أي شيء لحتى يصبح هيدا الشيء هو مؤذي. وبيرتبط الإدمان بذهن الناس بالكحول، بالنيكوتين، بالمخدرات، لكن قد يدمن الشخص أيضا على الإنترنت، على شغل، أو حتى على التسوق. فهل جميع أنواع الإدمان هي أو جميع القصص يلي متعلق فيها هي إدمان؟ وأيمت نحن منوصل لهي المرحلة وأيمت نقول ستوب ما بدنا ندمن؟ رح نحكي أكثر مع الدكتور، أكيد بنحكي أكثر عن الأعراض وعن العلاجات مع الدكتور أحمد تاجي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا دكتور، يسعد صباحك. شو حلوة اليوم التصوير بجنينة، حلوة فيها هيك انرجي. أهلا وسهلا فيها فيكم. فيها روح، ما في أحلى من القعدة بالخضار، عن جد بتريح النفس. اليوم دكتور فعلا موضوع الإدمان هو شائك، يعني في ناس كثير بيقولوا لنا إنه ما بقى تشربوا قهوة كل يوم، تعودوا عليه وبتقدموا انه عليها، لا تخلوا الشاي عادة، يعني هي امور كتير بسيطة بتتعودوا عليها وبتقدموا عليها. خلينا نتعرف على انواع الادمان. اكيد. هلا انا بس بدي اشكر ادارة الاخبارية الحقيقة ومعدتنا ريم سليمان، لانه الحقيقة أكيد. فعلا هذا الموضوع كان كتير فترة محيط شوي، بس هو من المواضيع المهمة. ليش مهم؟ لانه الحقيقة نحن ما عم نحكي مثلا مريض السكري هو شيء لإله، مريض اللي بنصاب بأي مرض تاني هو شيء بخصه، ولكن موضوع الإدمان هو موضوع وطن كامل. يعني نحن الشخص المدمن عم بيسيء لنفسه أولا، عم بيأثر عليه عضويا، عم بيساوي له أمراض. هالأمراض هي ممكن تنتقل إن كانت نفسية ولا أمراض سلوكية ولا أمراض جسدية، عم تنتقل لأسرته، عم يضرب مرته، عم بيطلق، الطلاقات عم تكتر، الأولاد عم بيطلعوا عندهم مشاكل كتير بسبب الإدمان. كبرناها شوي، تمام، كبرناها شوي حتطلع مستوى الحي، الحي كله حيبدا بقى يشوف الادمان ونبدا بالادمان، وبعدين على مستوى الوطن اوطان كامله ببعض الدول عم بتروح بسبب الادمان. انا بصدد مشروع هلا كبير، نحن عم نحاول نجمع القوى حتى نساوي شيء بسوريا استعماله موجود، لانه الادمان هو نوعين، ادمان جسدي اللي هو موجود بسوريا علاج له، اللي بيتعالج بالمشافي، بيفوت على المشفى بيسحبوا له الماده من جسمه، بس نحن مو هون النقطه. النقطة الخطيرة هي الإدمان السلوكي، هذا اللي نحن بدنا نعالجه، اللي بينعكس على المجتمع. تمام. الإدمان يعني حاجة الشخص النفسية لهالمواد هي اللي كان عم ياخذها. هذا بالعادة بكل دول العالم بيصير بمكان اسمه إعادة تأهيل للشخص، بيقعد فيه سنة كاملة بيعودوا تأهيله بشكل كامل، إن كان أسريا من خلال العلاج الأسري، بيرجعوا بيجمعوا مع عائلته، بيرجعوا بيبنوا الثقة بينه وبين عائلته لأن الثقة هي انفقدت، بيرجعوا بيعملوا له علاج جماعي بين الأشخاص المدمنين الآخرين، بيشرحوا له تجاربهم، بيشرح لهم تجاربه، بينام بوقت محدد، في وقت محدد، بيعتني بحيوانات، ممكن في دار للمسنين جنبه بيروح بيعتني فيهم، بنغير له نمط سلوكه كامل. نحن إذا عالجنا هالمريض بس دوائيا وطلعناه ما حنستفيد، وللاسف في سوريا لهلا ما في مركز اعاده تاهيل للمرضى هذول. الادمان انواعه كثير، يعني نحن اذا عم نحكي على المواد المدمنه عندنا كثير بسوريا، يعني كنا نحن دوله عابره، هلا بلشنا نشوف الظاهره تكتر شوي، لسه نسبتها بالنسبه لدوله مرقت بحرب لفترات طويله هي كثير منخفضه، بس لازم نحن نواجهها من هلا. عندنا ادمان الحشيش، عندنا ادمان المهدئات، عندنا ادمان الكحول، عندنا 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 في كثير من الادمانات كثير كبيره للاسف، ولكن بتضل ومنطالب يكون في يمكن حذر اكثر. أكيد. دكتور بس خلينا بما انه عم نحكي بهذا الجانب، دائما نحن بنحط اللوم على الاهل، طيب يعني ليش دائما اللوم على الاهل اذا هن ما نن عارفين شو عم يعمل ابنهم، شو عم ياخذ، كيف عم يتبع هذا السلوك؟ بنرجع ممكن يعرفوا الاهل ما عاد يقدروا يضبطوا شيء وما عاد يعرفوا يعملوا شيء، فهون انا بوجه اللوم اكيد على الجهات المعنيه، بوجه اللوم على المجتمع وجمعيه الرفقات يلي ما عاد عليها رقيب مثل قبل. سؤال كثير حلو. أوكي. اهم سؤال حقيقه بصراحه. نحن الإدمان بشكل عام دائما في مرحلة أخيرة، بس قبل منا المرحلة الأولى بتكون بالإدمان هي مرحلة الاحتفال، خاصة عند المراهقين. شخصية المراهق بالمرحلة من المراحل بتكون ما لها متكونة منيح، ما عنده نظرة سلبية لنفسه، وبشوف حاله ما حلو، ما عنده قدرة يحكي مع الجنس الآخر، ما عنده قدرة يقول لا لحدا. رغم هيك بهالمرحلة هي اسمها مرحلة الاحتفال، بيكون الطفل ناجح بالمدرسة، ناجح بالرياضة، بس هو عم بيلعب دور مو دوره،
هو بده الدور الثاني اللي عم يجي من خلال الادمان هذا اللي عم يعطيه هالقوه هي لحتى يمثل دوره. هون بالمرحله هيدي الاهل ما بيكونوا منتبهين لانه طفله ناجح بكل شيء. المرحله الثانيه هي المرحله ما بين ما قبل التفكير، المرحله اللي الطفل فيها او الشاب او المراهق بيكون هو بلش التناقض عنده، انا عم بعمل غلط، انا عم بسرق مصاري من اهلي لروح اشتري، في شغلات غلط ما بتقبلها قيمه واخلاقه بلش يفكر فيها. المرحله الاخيره اللي عم تحكي عليها حضرتك هي مرحله الانكار. حقيقة بمرحله الانكار هو بيلاقي دائما حجج لحتى يقول انه هذا السبب، اصحابي السبب، اهلي السبب، كل الحاره السبب، الحي السبب، البلد السبب، المشاكل، بيضلوا يحكي بالقصص لاني ناجح لا بدرسي ولا عندي بس هذا مو حقيقي. بس هذا مو حقيقي لانه بيكون في اخين بنفس المدرسه عندهم نفس الاصحاب، واحد بيدمن واحد لا. فهون نحن قدام شغلة مختلفة نهائي، في شيء عم ندرسه يعني نوعا ما شخصية الإدمانية، هي اللي لازم ينتبهوا لها الأهل من البداية. شوفوا شخصية الطفل، هل شخصيته فيها مشكلة صغيرة؟ نحن ما في مانع نتوجه لمعالج نفسي مو طبيب نفسي، نحن ما عم نحكي على أدوية، يروح يحكي معاه يرجع يكون له شيء. فموضوع الإدمان هو موضوع كبير متكامل، بدنا يمكن كتير حالة من الوعي لأنه في خوف. يعني إذا أنا ابني هو عم يتعاطى أو مدمن على شيء، أنا بخاف أحكي لأمي أو لجارتي أو لأختي، خاف أخذ النصيحة من المحيط، خلينا نسميها الوصمة، الوصمة تماماً. الكبيرة اللي موجودة مو بس بالإدمان، بالنفسي كله، بالنفسي كله تماماً. يعني حتى في خوف من اللجوء لمرشد لطبيب نفسي يوعي هذا الطفل. لذلك الوعي لازم يكون من البداية بالمدارس. هلأ مشكورة وزارة التربية طبعاً بدأت هلأ تحط موضوع الإدمان وتشرح عنه شوي بداخل المناهج المدرسية، وهي خطوة أولى رائعة. مشكورين كمان أنه ببرنامجنا نحن طلبنا منه أنه احنا ندرب الكادر الأساسي، يعني بسموه المشرفين، مشرفين على الأساتذة بكل سوريا، حندربهم هلأ خلال فترة قريبة على شو الإدمان وكيف نكتشف نحن ونرصد الطفل اللي هو عنده مشكلة بالإدمان حتى نعالجها من البداية. والشيء الحلو أنه الدكتور عماد العزب وزير التربية فورا قال لي لا 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 تمرق على حدا، التوقيع من عندي وفورا بس روح درب يعني صباح خير. هي البدايه لازم تكون من الاهل والعمليه التربويه، يعني لازم يكون في تكامل بيناتهم. لذلك نحن اخترنا اول شيء وزاره التربيه. حكيت حضرتك على موضوع انه كيف تكتشفوا الشخص يلي عنده حاله ادمانيه. ببدايه الفقره كنا عم نحكي انه الادمان هو بكل تفاصيل حياتنا قبل ما نوصل لموضوع المخدرات ولا النيكوتين ولا غيرها تماما. انه هو الادمان ببلش بتفاصيل حياتنا اليوميه. كيف نحن فينا نعود اطفالنا، خلينا نحكي اذا عم نحكي عن دور الاهل او ايضا عن دور العمليه التربويه، نعودهم على عدم الادمان والتعلق باي شيء؟ من خلال التثقيف، لانه نحن كل المدمنين بيقولوا انه نحن حنقدر نوقف، نحن لازم نعلمهم انه بالادمان في شيء اسمه التوليرنس بالانجليزي التحمل. شو المقصود بالتحمل؟ يعني انا مثلا اذا بيجعني راسي مره بالشهر باخذ حبه سيتامول، بس انا اذا بيجعني راسي كل يوم كل يوم كل يوم بضطر غير على سيتاكودائين ببدا ضيف الجرعه، لانه كبدي بيصير بيتعود على هالدواء هذا، فانا بحاجه لدواء اقوى. هذا اللي بيصير بالادمان. الشخص المدمن بيفكر انه انا حاخذ سيجاره حشيش من خلال السيجاره هي حقدر، مثل ما قلت تقول لا، حقدر اخفي الالم. الشيء المشترك بين كل المدمنين انه عندهم الم بداخلهم، هالالم هذا متعلق ان كان بالم جسدي ولا الم نفسي وغير كل انواع الالم. كل واحد بياخذ الماده المدمنه اللي بتناسب المه، اوكي؟ فنحن كثير منيح مثل ما قلت انه نشرح لهم انه لا، انت ما حتتوقف، وانت لو انا بعرف انك تاخذ سيجاره حشيش وما حترجع تكتر، كل مثلا اذا اخذت مره بالاسبوع انا بقول ايه، بس ما حدا بيوقف هيك. كلهم بيجوا على العياده بيقولوا لا انا دكتور وعد حاخذ بس سيجاره واحده بالاسبوع، بتفاجئ بعد شهرين ثلاثه جاي لعندي عم ياخذ 20 سيجاره، بعدين عم ينتقل للكحول، بعدين عم ينتقل للمهدئات والمنومات، ويبدا يدخل بدوامه الادمان. من الشيء الثاني المهم حتى يكتشفوا الاهل موضوع الادمان، ادمان لما بياخذ الطفل او الشاب او الكبير لما بياخذ كميه كبيره في اعراض واضحه، يعني هن اذا فتحوا وقروا حيلاقوا انه بالحشيش بيظهر عنده اعراض واضحه، ممكن احمرار بالعيون. انا ما بدي ادخل فيهم كثير عشان، ولكن هيدي بسموها الاعراض، لكن لازم نوعي الاهل، هي اللي بنسميها الاعراض الانسمامية، الاعراض الواضحه.
حتى ممكن يلاحظوا عليه انه هو لما وقف مثلا ما قدر يطلع من البيت يومين ثلاثه بيبدا يظهر عنده اعراض انسحابيه شديده. الخطوره حتى وهن عام بالجسد بيصير عنده وقلق واكتئاب واضطراب بالنوم ومشاكل كثيره، حتى المشروب مثلا او الكحول لما بتوقفيه ممكن يصير نوم بسرعه كامله. فنحن قدام حالات خطيره جدا، يعني نحن بالكحول عم نحكي على تشمع الكبد، عم نحكي على التهاب المعده، عم نحكي على اصابات دماغيه، يعني عم نحكي على اعراض شديده جدا، ما عم نحكي على شغلات بسيطه. لذلك قلت هو مشروع وطن، ما له مشروع فرد. صح. او هو شغله خاصه وبسيطه وصغيره، لا هي مشروع كبير كثير وبحاجه لدعم كثير بهالموضوع هذا. من الاشياء الخطيره بالادمان انه الشخص هذا بيهجر علاقاته الاجتماعيه. هذا الشخص ما بيعود بيهتم باسرته، ما بيعود بهمه اي شيء، او بيروح عند العالم اللي بتشبه ادمانه. تمام، يعني هجرهم بالنهايه، او بيكون مثلا ممكن يروح من هون لحلب حتى يأمن المادة المدمنة. تمام. اللي بده إياها، فبيترك شغله وبيترك عمله. فوت بدوامة الفقر يلي يمكن لا يهني أصلا المدمنين بيقولوا بسبب وضعي المعيشي أنا أدمنت. لا. ولكن هو بالعكس الإدمان هو اللي رح يسبب للفقر والوضع المعيشي السيء وتردي الوضع المعيشي. الحقيقة هيدي الفكرة كتير خاطئة، دائما بيقولوا هلأ الفقر أحيانا بيؤدي لأنه يروحوا باتجاه التجربة بس مو الكل بيدمنه. والا كنا نحن قلت لك برجع بقول لك سوريا رغم كل هالظروف اللي مرقت فيها وعشر سنين من الحرب ورغم هيك نسبه الادمان لساتها تعتبر بالنسبه لغير دول كثير منخفضه. هذا بيدل على وعي لله. موجود بسوريا وعي الشعب للمواضيع هذه، ولكن بالنهايه نحن لازم نهتم بالمشكله من اولها. صح. عشان ما نقول نحن ليش ما سبقنا وليش ما بلشنا قبل. موضوع الادمان موضوع خطير بيشمل كل مناحي حياه الشخص مثل ما قلت لك، يعني الشخص هذا بيعرف انه معه تشمع كبد رغم هيك بيضله عم ياخذ كحول. هذا الشخص بيطلق طلاقات كثير منها، يعني نحن اذا بتستضيفوا قاضي ممكن تسالوها السؤال هذا قديش نسبه الطلاق اللي سببه الادمان. الجرائم، نحن اذا عم نحكي على الكحول الانسمام بالكحول احد اعراض الانسمام بالكحول السلوك الجنسي غير مناسب. لذلك حوادث الاعتداء الجنسي اكثريتها هي بتصير اثناء تعاطي الكحول. فالحقيقه يعني كثير الموضوع بحاجه لشغل بشكل كبير، يعني بتوقع اذا بنعمل 20 حلقه ما بكفي، جهود كثير كبيره. تمام. لازم تمام. يكون طيب دكتور خلينا يعني كمان هيك بما انه عم نحكي ونعطي افكار على السريع لانه عن جد لازم يكون في يعني احنا عم نعطي نقط صراحه نقط. بعد ما فات الأوان بالإدمان بأي شيء ما عدنا نخصص شيء، شو نحن لازم نتصرف كشخص خلص هو إدمان ومش الحال؟ شو لازم هلأ يتصرف؟ هلأ أول شيء بيتوجهه طبعا للطبيب النفسي، الطبيب النفسي هو المتخصص، نحن اختصاصنا اسمه اختصاص يعني الأخصائي بالأمراض النفسية ومعالجة الإدمان. نحن نشتغل على الإدمان نتخصص فيه لمدة سنتين أثناء دراستنا، نحن متخصصين فيه. نحن بنشوف مدى الادمان اللي عنده، اذا لقينا الادمان شديد وبحاجه لمشفى، المشافي نوعا ما مؤمنه، في مشفى ابن رشد، مشفى المواساه للاسف هلا راحوا لغير مواضيع. أوه. بس يعني هن موجودين بالنهايه في بكل محافظه مشفى، بس لسه الكميه بحاجه لاكبر الحقيقه من هيك، حتى لانه الدخول كثير صعب بده دور وبننتظر. بعد ما يطلع من المشفى هون النقطة الفاصلة اللي نحن ما عم نقدر نقضي على الإدمان بسببها، ما في مركز نحطه فيه خلص تأهيل. هو يعني حضرتك اللي سألتيني على القهوة، هلأ أنا بقدر بطل القهوة يومين ثلاثة بس أنا حيظل عندي أعراض، أنا حياتي مرتبطة بهالسلوك هذا، أنا إذا ما شربت القهوة الصبح نهاري كله ححسه أنه هو سيء، ححس اني ما بقدر اقوم مهامي اليوميه. نفس الشيء اذا ما دخنت سيجاره، انا مثلا انا سيجاره عاديه تماما انا بدخن مثلا دخنت قبل ما اجي هيك عشان اقعد احكي معاكم هيك بطلاقه اكثر، فدائما بس هذا الشعور غير حقيقي، هذا شعور كاذب الحقيقه، انا بعرف انه هو كاذب وكل المدمنين بيعرفوا انه كاذب، فنحن بحاجه لنغير له سلوكه. حتى لو حطيناه بمركز اعاده تاهيل اللي الارض موجوده عندي انا بالجمعيه ولكن بدنا نبنيها وما حدا عم يساعدنا، واذا عالج دعوه للكل اليوم عن جد هو عنها. يعني دعوه الحقيقه مو هي شغله بسيطه، هن عم يعالجوا اسر ووطن وبلد كامل. يعني ما هي النقطة بعد ما ينشفى من الادمان ويرجع ينطلق على المجتمع يمكن كمان يرجع من اول شو حيصير وجديد. بعد ما بيطلع من المشفى بيروح على بيته، مرته بتضلها كل ما بيجي على البيت اخذ اليوم شيء مالك اخذ، بتضله الشك الشك من الحاره بيضلوا عم يطلعوا عليه. هذا المدمن في رفض من المحيط هون شغله بيرفضوه لانه هن بيعتبروه مو مرض، حتى بالقضاء يعني نوعا ما في عدم وضوح ما بين المدمن وما بين التاجر. يعني في امور طبعا القضاة اكيد هن عم بيتعاونوا بشكل كبير حيث انه ما يظلمون، ولكن لسه نحن بسوريا ما في قانون واضح لهالموضوع هذا والكميات واضحه 100% ما بين، يعني احنا مريض مثلا النفسي عندنا
في الهيكزول هذا بيسموه، هذا بيدمنوا عليه كتير بالشوارع، هذا بيعطيهم قوة هيك ويضربوا العالم ويمسكوا سكاكين. هذا الهيكزول فيه 100 حبة، فمية حبة بالقضاء تعتبر هي جار يعني بالنهاية. فلازم حقيقة نوعي بشكل كبير ونغير. هلأ الخطوة الثانية إن شاء الله نحو جمع قضاة وجمع وزارة العدل مع كل الجمعيات الأهلية لحتى نغير شوي بالقوانين المتعلقة بهالمدمن، لأنه المدمن مريض بالنهاية هو بحاجة لعلاج. وبدنا نضبط كمان يعني قصص تانية هي بتأدي مثل يعني بدنا نضبط كمان البيع البيع الحقيقة والمتاجرة. احنا كثير بنشوف عالم انه هي مثلا ما انا مدمنة بس هي تمتهن، هي والله لا لك البيع العالم. البيع الحقيقة نحن ما بدنا نظلم إدارة مكافحة المخدرات، عم تشتغل بشكل كثير واسع، عم تسكر صيدليات، عم تضبطهم، عم تعمل كمين للأشخاص، كثير عم تشتغل الحقيقة. بس المشكلة هي كمان يعني قدرتها بجوز لازم أكبر كمان، يعطوهم قدرات أكبر لحتى يقدروا يشتغلوا. لازم الكل يساعد يساعدوا لأنه في عمر صغير هو عم يتعرض. بس أهم شيء الوعي، يعني حتى لو نحن لقطناه وحبسناه حيطلع مرة تانية يدمن. يعني أنا كتير من المدمنين بيقولوا لي نحن بنوصل إمتى نحن بنضطر أنه نعالج المريض المدمن بالغصب؟ لما بيبدأ يشكل خطر على نفسه أو على الآخرين، يعني بده ينتحر، بده يقتل حاله، أو بده يقتل حدا، بده يضرب، فنحن بنضطر نعالجه بالغصب بس بهالحالات هيدي. بس للأسف أنا بعرف تماماً أنه عالجنا كثير أشخاص وحتى أهاليهم عزلوهم بمزرعة أحياناً لمدة سنة، رابطينهم بغرفة وحابسينهم، بس هو قال لهم أنه أنا أول ما بدي أطلع بدي أخذ، وفعلاً أول ما طلع أخذ. لأن الطريقة كانت غلط، نحن عم نحكي أنه الطريقة هي الغلط. نحن ما عم نخوفهم، بس لازم يعرف المدمن أنه ما له، مو أنا اللي بعالجه ولا المجتمع ولا أسرته، اللي بعالجه إرادته، إرادته ورغبته بأنه هو يرجع لحياة طبيعية. السعادة هيدي اللي عم تجي ما هي سعادة حقيقية، لو كانت سعادة حقيقية يضلوا عم يدمن. بس أنا بعرف تماماً أنه إذا ما لقى المادة هي، تمام، إذا ما لقى المادة هي ساعة حيدخل بحالة جداً سيئة. يعني هي سعادة لحظية وسعادة مثل ما لحظية. قلت حضرتك انه هي كاذبة مؤقتة. بالنهاية رح تخرب المجتمع. اليوم نحن الدور المحيط شو لازم يتصرف مع المدمن، بما انه نحن كتير بنرفض المدمن ومثل ما قلت بيشوفوه تاجر وبيشوفوه شخص سيء، المحيط كيف بيساهم بعلاج الشخص؟ هلا اهم شيء الاسره تراقب من فتره المراهقه اطفالهم، ما يكونوا بعيدين عنهم. نحن عم نلاحظ الحقيقه في مشكله كثير كبيره بسبب الوضع الاقتصادي هلا بسوريا، انه الاهل بحسوا حالهم انه هن جنب اولادهم، بس هن حقيقه مو جنب اولادهم. يعني الاب تنهار بالشغل عم يجيب لهم شو ما بدهم، البيت مليان في مصاري، بس الطفل بمرحله المراهقه بحاجه لمعانقه، بس يعانق حدا بكفي. إذا أجا أبوه عانقه معانقة واحدة باليوم هي عن كل المصاري اللي بيعطي إياهم. الأم كتير عم تلتفت، تضطر تشتغل أو تضطر تروح تساوي علاقات اجتماعية، يعني بتعرفي الموضوع لهذا، فكمان عم تكون بعيدة شوية صغيرة. نحن بدنا من الأهل بس يتقربوا من أطفالهم كأصدقاء. بمرحلة المراهقة بدنا إياهم أصدقاء. مرحلة المراهقة انتبهوا هي أخطر مرحلة، المرحلة اللي الشاب هو عم ينتظر أي أفكار تجي حتى يتشبثها. لذلك بتلاقي بالحرب اللي مرت على سوريا دائما استغلوا هالموضوع هذا، الأهل العائلات المفككة إجوا لعند أطفالهم قالوا نحن بنعطيكم أفكار، هيدي الأفكار بياخدوها وبيبدأوا يشتغلوا على هالشباب هدول وينزعوهم ويخلوهم يشتغلوا شغلات سيئة. فنحن كتير مهم انه نكون جنبه بهالمرحلة هاي، كتير مهم انه تضل في دورات، تضل في تسخير، دائما نحكي بهالمواضيع هيدي، ما نخجل من حكي بالموضوع هذا. احنا بنقول اذا قلنا لابننا انه انتبه ما تدمن انه معناته عم نعلمه على الادمان، لا ابدا مو هيك. اذا دخلناها بالمناهج الدراسية صار في نقد كتير لما دخلوها انه شو عم تحكوا، لا لازم يعرف انه هيدي لها اثار سيئة وانت اذا بلشت فيها ما حتنتهى. تمام. عفوا دكتور، كمان خلينا هيك نروح لشيء، نحكي عن الإدمان أو العادة، هو يمكن شعرة بين الإدمان والعادة، بين للشوبينج لكتير قصص نحن بنعملها بحياتنا، الإنترنت يلي هو كتير خطير. يمكن هذا يعني ما بعرف كل مدمنين، وفعلا أنا شايف عدة فيديوهات مو بس هذا الفيديو، يعني أشخاص كانوا قاعدين على الكمبيوتر لمدة 12 ساعة ولا 14، وقعوا في منهم ماتوا حتى أطفال صغار. نحن بنعرف الأحداث اللي صارت من فترة باللعبة هيدي بابجي اسمه أو كذا، والطفل اللي
يعني الببجي ما نقتل يعني ابوه ما بيحب انه لانه احنا عملنا محاضره كبيره وكان موجود الاب والاب قال انا ما بحب اقول انه قتل حاله لا هو انقتل فعلا انقتل بسبب اللعبه هيدي هي اللي اجبرته انه هو يموت فالالعاب الازرق كان اسمه يمكن اللعبه الازرق الحوت الازرق صح 100% فيعني موضوع الالعاب الالكترونيه هلا اكيد حيدخل بكتب كحاله ادمان هلا نحن بالادمان داخل المواد كلياتها زائد ادمان المقامره المرضيه لسه ما دخلنا التسوق داخل ولكن مو ضمن ادمان داخل ضمن هوس خلينا نسميه بس ادمان الانترنت لازم يفوت الحياه لانه هو عم يسبب نفس المشاكل اللي موجوده بالادمان الطبيعي نحن لما قلنا على الادمان الطبيعي ان زياده عدد الساعات موجود هون ببلش بساعه بينتهي ب 12 ساعه لما حكينا على انه يهجر كل نشاطاته فعلا كمان الطفل عم يهجر ما بقى لعب رياضه حتى ممكن يهرب من المدرسه حتى يروح يلعب هلا صار فنحن قدام مشكله فعلا يعني حرفيا مثل الادمان الادمان الالعاب الالكترونيه ما بيفرق شيء عن ادمان الحشيش ولا الهيروين ما يفكروا انه هن عم بيحكوا على شيء ثاني لا هو قريب جدا عليه هو ادمان سلوكي وبحاجه لمعالجه كامله طبعا ما بنعالجه هون دوائيا لانه ما عندنا دوائي بس العلاج السلوكي اللي هو اساسي بالادمان هو موجود حتى على المدمنين على الانترنت بدنا ننتبه له كثير موضوع ادمان الانترنت هون الاهل بقى الدور الاساسي بصراحه الاهل دور الاساسي بضلوا يقولوا لي انه نحن ما عم نقدر نضبطهم يعني مشكله اذا انتم ما عم تقدروا تضبطوهم لازم تقدروا تضبطوهم بس مو من خلال الضرب يعني نحن للاسف دائما بنستعمل العنف حتى نحل مشكلتنا أو العقاب هو العنف الشديد ممكن نجيب لهم فيديوهات ونورجيهم شو عم بيصير نشرح لهم على الاعراض هيدي فحيتحسن انا لما عملت المحاضره حقيقه انا كنت على اساس شيء 30 طفل مشكوره مدرسه مونتيسوري الحقيقه وسوا جابوا لنا كل الاطفال اللي عندهم بالمدرسه فلما حكينا على الموضوع انا ابني بنفس المدرسه تفاجات انه قال لي في كثير من الاولاد اللي اجوا حضروا المحاضره وكان الاب للطفل هذا موجود يومها كثير منهم خففوا ساعات النت تبعهم وحتى صاروا يتوجهوا للرياضه كبديل يعني انا بدي اقول لهم للاهل نحن ما بنقول لهم وقفوا يعني نحن للاسف بنقول لهم لا بقى تلعب على الالعاب الالكترونيه بس انا برا البيت وقاعد الطفل يعني بدي اياه يقعد هيك يتصفن بالحيط ما له منطق انا بدي لاقي له البديل يجله نشاط يا ريت الاهل هن يشيلوا الموبايل من ايديهم قدام الاطفال كمان يعني انتوا حاجه قاعدين واتساب وكل الوقت عم تشوفوا ستوريات ولا نحن المدمنين مو الاولاد عن جد كلياتنا لازم هي المحاضره تكون للاهالي لازم تصحيح للاولاد الكبار للاولاد عن جد لانه صاير الكل اطفال بتحسهم يعني شاب قاعد كل الوقت مع رفقاته وعنده اولاد وقاعد ماسك الموبايل وما بيشيله حتى بالكافيات عم نشوف ناس قاعده ما عم تحكي مع بعضها يعني وصلنا لمرحله الحقيقه بدها شغل بدها شغل وبدها تأهيل من أول وجديد ولازم كلنا نتساعد دكتور أحمد نحن كتير بدنا نتشكرك وموفقين بخطوتكم الجاية إن شاء الله. ونحن أكيد حدكم شو ما بدكم لحتى نوصل لهيك نعالج جيل خلص كامل خلص ننتظركم لما بنعمل دورة التربية أكيد نحن كتير جاهزين شكرا كتير لك دكتور شكرا كتير لك دكتور ودعوة مثل ما ذكرنا قبل شوي لتضافر كل الجهود وتقدروا تحققوا المشروع يلي عم تشتغلوا عليه لأنه مثل ما قلنا هو مشروع وطن لحتى نبني وطننا بشكل أفضل شكرا كثير لكم شكرا دكتور